عمرك تخيلت ان النيدل دي ممكن تتكسر جوه التيشو وانت بتحقن البيشنت؟ تعال تخيل معايا كده، لو ده حصل ايه هي الاسباب اللي ممكن تزود من نسبة حدوث بريكج للنيدل؟ ولو ده حصل تعال نعرف مع بعض ازاي تتعامل في الحالة دي. خلونا متفقين ان دي يعتبر رير كومبليكيشن، بتكون نادر شوية ان هي تحصل، بس تعالوا نعرف لو هي حصلت ايه هي اسبابها. والله في اسباب كتير، ممكن يكون المشكلة من عند البيشنت ان هو عمل صادم موفمنت وانت بتحقنه، او مرة واحدة اتحرك بشكل مفاجئ، ده ممكن يسبب ان النيدل تتكسر جوه التيشو. في اسباب تانية لها علاقة بالدكتور نفسه، ان هو وليكن كان بيعمل انفيريو الفلر نيرف بلوك، فطبعا انت عارف في حالة النيرف بلوك ده المفروض تستخدم لونج نيدل، لا ممكن يكون الدكتور استخدم شورت نيدل، فهو مش قادر يوصل للبون، مش قادر يعمل تاتش بون، فهو بيوصل النيدل لحد النهايه جوه التيشو. وطبعا انت عارف ان المنطقه دي بنسميها الهب، والهب يعتبر اضعف منطقه موجوده داخل النيدل، فسهل جدا ان النيدل تتكسر جوه التيشو نتيجه وصول الهب داخل التيشو. دي يعتبر سبب تاني. من ضمن الاسباب ان ممكن يكون الدكتور كان تاني النيدل قبل كده، فلما يكون هو تانيها فهو بيضعف النيدل من المنطقه دي فممكن تتكسر. ففي اسباب كتير ممكن تخلي ان النيدل تتكسر جوه التيشو. طب لو ده حصل انت ازاي هتتعامل؟ مبدئيا وكعاده اي مانجمنت لاي كومبليكيشن عندك في العياده، اوعى تتوتر، خد الموضوع ببساطه وما تعرفش البيشنت. رقم واحد، ما تعرفش البيشنت، وخلي البيشنت يفضل فاتح الماوس بتاعه، ما تقفلش الماوس بتاعك. وانت هتبص كده هل لسه في جزء من النيدل بره فتقدر تسحبه بالهيموستات، ولا ما عادش في اي جزء من النيدل بره، بقى كل النيدل موجوده داخل التيشو. فانت هتشوف، والله لو كان الطريق الاول ان الحمد لله كان لسه في جزء من النيدل موجود بره التيشو، فانت هتجيب الهيموستات وتقوم شاددها لبره ولا كأن حصل اي حاجه. طب افرض بقى ان الاحتمال السيء هو اللي حصل، ان النيدل كلها للاسف حصل لها ريباوند ميكانيزم. ايه هو ريباوند ميكانيزم؟ في حاجه بنسميها تيشو ريباوند ميكانيزم، ان التيشو بيسحب النيدل، التيشو خطف النيدل جواه، فالنيدل دلوقتي كلها بقت جوه التيشو. انت هتتعامل ازاي؟ انت ساعتها لازم هتتدخل بشكل سيرجيكال، هيكون في عمليه بحيث ان انت تقدر تشيل هذه النيدل. طب العمليه دي بتكون ازاي؟ هقول لك ان انت لازم الاول تعرف مكان النيدل، وده هتعرفه من خلال اما سي تي او بانوراما. واول ما تعرف مكان النيدل فانت هتتدخل من خلال عمليه جراحيه، هتفتح انسيجن وليكن سب مانديبولار انسيجن، بتوصل من خلال الانسيجن ده لمكان النيدل وتقدر تسحب النيدل لبره. تخيل دي حاجه ممكن تحصل عندك في العياده، بس لو انت عارف ازاي بتتعامل معاها هتلاقي الدنيا بسيطه وسهله. دي كومبليكيشن النهارده، ان شاء الله اشوفكم مع كومبليكيشن تانية. سلام.